وانتري الإسماعيلي الحضري لم يحترم النادي أو جماهيره. البوابة نيوز 300,000 جنيه سبب فشل مفاوضات الجونة مع علي ماهر. بوابة الأخبار رئيس اتحاد الجمباز أبو القاسم يقترب من التأهل للأولمبياد. جريدة الأهرام اتحاد اليد يوقع عقد رعاية لبطولة العالم في القاهرة. الوفد محمد صلاح يقود ليفربول في مهمة انتحارية في باريس ومواجهة نارية بين توتنهام والإنتر. الشروق كلوب يوضح أسباب استعادة صلاح العالمي لمستوى. تقارير تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية 2018. سكاي نيوز مورينيو أفضل حارس في العالم يجب أن يبقى معنا. لوكاكو لمورينيو تجلسني على دكة البدلاء وتنتظر مني أن أبتسم. سبورت 360 الكشف عن كواليس الخلاف بين أسكو وسولاري. نروح معاكم كل تفاصيل أهم الأخبار ونبتديها بالأخبار المحلية من اليوم السابع، واللي قال إن شهد مجلس إدارة اتحاد الكرة اقتراح من أحد الأعضاء بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل لخمس لاعبين مع إلغاء اعتبار اللاعبين السوريين لاعبين مصريين من أجل زيادة قوة الدوري بعد تألق عدد كبير من اللعيبة الأجانب في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي. رفض بعض أعضاء المجلس عدم زيادة اللاعبين المحترفين والإبقاء على نفس العدد وهو 4 محترفين وإلغاء تجربة اللاعب السوري بعد عدم نجاحهم في دوري الموسم الجاري والماضي. قرر كمان أعضاء مجلس الإدارة إدارة اتحاد الكرة تأجيل المناقشة لفترة لحين انتهاء مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز. كمان موقع سوبر كورة قال إن أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إنه متخوف من العودة لرئاسة رابطة الأندية المحترفة، وقال محمود الشامي إذا محترفة وتم دعوتي لرئاستها فإنني متخوف بشدة لأن هناك بعض أعضاء الجبلية لا يريدون إنشاء الرابطة من الأساس بدليل إنهم حلوا كل اللجان ولم يشكلوا رابطة للأندية المحترفة. كمان قال محمود الشامي أن الاحتمال الأكبر هو عدم إنشاء رابطة الأندية المحترفة خالص. كمان اليوم السابع قال أن بيدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانيا بوريدا مخاطبة منتخب النيجر من أجل إقامة مباراة المنتخبين في الأيام الأولى أو الأخيرة من الأجندة الدولية في الفترة من 18 ل 26 من شهر مارس، وده لمنح الفرصة للجبلية لإقامة لقاء ودي مع أحد المنتخبات الأفريقية خلال الفترة نفسها استعدادا طبعا للبطولة. وبيهدف اتحاد الكرة من تحديد موعد المباراة مسبقا مع النيجر للحصول على موافقة واعتماد للفيفا للقاء ودي في الأجندة الدولية، وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي على تحديد ميعاد المباراة قبلها بشهر واحد فقط أي خلال فبراير القادم، وهو الأمر الذي يصعب من خلاله الاتفاق على ودية قوية للفريق. كمان الفجر قال ان كلف المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكره القدم هاني رمزي المدرب العام باعداد تقرير عن لعيبه الزمالك والاسماعيلي في البطولات المشاركين فيها. ياتي تكليف أجيري لرمزي بالتقرير من اجل رغبته في ضم بعض العناصر الجديده خلال مباراه النيجر، خصوصا وانه طبعا اللقاء ده بيعتبر تحصيل حاصل بالاضافه لموافقته على غياب عدد من المحترفين عن هذا اللقاء.